يقول ليس براون عنده كلمة جميلة جدا وأختم بها، يقول لك إذا كنت في مكان أنت أفضلهم فاعلم أنك في المكان الخطأ. بمعنى إذا أنت كنت في مكان أنت أفضلهم ما راح تزيد من معلوماتك، ما راح تزيد من مهاراتك، فلازم شو تسوي أنت؟ تنتقل مع ناس هم أفضل منك وأحسن منك ولو في جزئيات معينة. ماكو واحد أفضل من شخص مطلقا بكل شيء، أحسن منه، أفهم منه، أقوى منه، لا، هذا أقوى مني في جزئية. فالعبرة من هذه اللقاءات يا أخوان حتى نستفيد من عندها، حاول أنه تختلط بجميع الناس قدر الإمكان حتى تقتبس من مهارات. وكثير من الشباب نشوف لما يطلعون على المنصات يقول لك أني تأثرت بفلان بنصيحته وغيرت نتائجي، وأنا جالس فلان بأحد السفرات وانطاني نصيحة خذتها وفادتني، وأنا سمعت قصة نجاح لامرأة تكلمت ذكاء وفادتني، شغلت عقلي تجاه فريق النسائي. فما